نعم، يعني أغلب الشعارات التي رفعها المتظاهرون هي ثورة عاشوراء التي يستمد منها هؤلاء المتظاهرين الثبات وكذلك تصحيح الأوضاع المعيشية وتصحيح النظام السياسي وإنهاء حقبة كبيرة من المحاصصة وكذلك التقسيم المناصب. هنا يطالب المتظاهرون بإنهاء هذه الحقبة والتوجه نحو الإصلاح الحقيقي للنظام السياسي وكذلك لتحسين الخدمات، لا سيما وأنهم كما قلت قدموا من مناطق شعبية فقيرة وعانت في زمن النظام البائد وكذلك ما زالت تعاني في هذا النظام منذ العام 2003 وحتى الآن. ربما تشاهدين من خلفي أو تسمعين مواكب العزاء وأيضا الشعارات الوطنية المطلبية التي تطالب بتحسين الخدمات وكذلك فرص العمل والتوظيف لهذه المناطق ولهؤلاء الشباب.